طوله 10 أقدام ونصف، وسيم وحسن المظهر، ذكي ولبق، ويتمتع بصحة جيدة. هذا إعلان في كوريا الشمالية ليس لمسابقة ملك جمال الرجال هناك، إنما لمن سيتقدم لخطبة كيم يو شقيقة الزعيم الكوري. إليك أسرار الحاكمة الفعلية في كوريا الشمالية. منذ تولى أخوها الحكم في البلاد بدأت باعتلاء مناصب عليا في الدولة، لم يسبق لامرأة في كوريا الشمالية أن تقلدتها من قبل. وفي الوقت ذاته بدأ جيل كامل درس معها في جامعة كيم إيل سونغ بالاختفاء، ولم يبقى منهم سوى أجسادهم الممزقة. هذا ما أخبر به أحد الفارين من حكم آل كيم في كوريا. هي امرأة تظهر على الإعلام كراعية للسلام ومحبة لعمل الخير، وخلف الكاميرات تهوى مشاهدة تنفيذ حكم الإعدام بالمعارضين لحكم أخيها. لا يعلم تاريخ ميلادها تحديداً، ولكن بعض التقارير قالت إنها ولدت عام 1987 ودرست مع شقيقها كيم في سويسرا، ثم عادت لكوريا الشمالية لإكمال دراستها الجامعية في جامعة كيم إيل سونغ. ولم يكن يروق لها كثير من الطلبة الذين درسوا معها، فأمرت بإعدامهم حين استلم شقيقها الحكم. وكيم يو هي الابنة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية السابق من زوجته الثالثة الراقصة كو يونغ هي، ولديها شقيقان هما الزعيم الحالي وشقيقهما الأكبر الذي تآمرت كيم يو مع كيم جونغ أون لإقصائه من الحكم، واتهمته بالجنون والإدمان. ظهرت الفتاة الحديدية للعلن عام 2011 بعد وفاة والدها، حيث قادت رجالات الدولة الكبار في جنازة أبيها، ثم ترقت في المناصب بسرعة النيزك، وأصبحت الشخص الثاني بعد شقيقها في كوريا في الأهمية والسلطة والصلاحيات الممنوحة لها. ويقال في كوريا الشمالية إن كيم أون لا يثق إلا بها، وهي بمثابة مستشاره الوحيد وأكثر من ذلك، فهي من تملي عليه كثيراً من قراراته. وأهم هذه القرارات كان تصفية المشتبه بهم من عائلة أون نفسها، حيث أمرت بإعدام زوج عمتها، كما أنها من أوعزت بإعدام المسؤولين الذين ينامون أثناء خطابات أخيها ومن لا يصفقون له. وهي أيضاً من هندست لقاء أخيها بترامب، كما تقود مباحثات السلام مع كوريا الجنوبية، وتظهر في كثير من المناسبات مع شقيقها وفي رحلاته القليلة للخارج. ولم يسبق في تاريخ كوريا الشمالية أن اعتلت امرأة هذه المناصب القيادية في إدارة الدولة وفي الحزب الحاكم. وفي حين يرى كثيرون بشقيقها الزعيم مادة للسخرية والفكاهة، فإنهم يرون بكيم يو الوجه المخيف في كوريا، بالرغم من محاولتها الابتسام أمام الكوريين. وبالإضافة لدورها السياسي في البلاد، فهي مسؤولة الإعلام والعلاقات الخارجية، كما تعتبر المسؤولة عن إطلالة أخيها والدعاية المصاحبة له. أما عن حياتها الشخصية، ففي عام 2012 أجريت في كوريا ما يشبه المسابقة لاختيار العريس المناسب لشقيقة الزعيم، ووضعت شروط قاسية للمتقدمين، وتمكن 30 شخصاً من التأهل لمرحلة ما قبل الاختيار، واستمرت عملية الانتقاء والبحث عن العريس ما يزيد على العامين، حتى جاء عام 2015 وأعلن زواجها على أحد أبناء قيادات الحزب الحاكم في كوريا، وأنجبت منه طفلها الوحيد عام 2016. ولا يظهر زوجها مطلقاً في المناسبات السياسية، حتى أن المعارضين للنظام الحاكم في كوريا يرون به من يقوم بواجبات الزوجة، وهي من تلعب دور الزوج، وبات لقبها في الإعلام العالمي الرجل الثاني في كوريا الشمالية.